واحد فينا متعلق بمسلسل في شخصية كرتونية قديمة ارتبط فيها من طفولته، ورغم انها مجرد شخصية كرتونية من الخيال الا ان ابطالها ما زالوا عالقين في ذاكرتنا، واليوم ان شاء الله ورغم كبرنا وتخطينا لمرحلة الطفولة شرط الذكريات يرجع كل ما نسمع اغاني او اشارات لبرامج الرسوم المتحركه اللي كبرنا عليها مع ابتسامه اكيد تذكرنا باحلى لحظات الطفوله. فيقول رايك اليوم زميلنا مبارك الكويت بيسال الناس ايش هو مسلسلك الكرتوني المفضل في الطفوله؟ نسمع الاجابات ونرجع لكم. سكوبي دو كان افضل مسلسل ما ادري بس كنت احبه صراحه. عدنان ولينا. قناص اكس هنتر اكس هنتر او القناص اللي هو معروف، و ممكن لا بس هو اتحيز له بس في كم واحد بس في هزيم الرعد وكونن، لان كونن في تحقيق وفيه يعني كان يشغل العقل شوي، هزيم الرعد لانه كله طق في طق. ون بيس من الاثاره اللي فيه والغموض. ايش اللي قالوا؟ ون بيس ما اعرفه صراحة. أنا والناس قاعدة ترد، أنا قاعدة أفكر شو الأشياء اللي أنا كنت أتفرج عليها وأنا صغيرة. أذكر كنت متناقضة شوية ما بين سالي وليدي، ليد تذكرون هالفارسة؟ أيوه طبعا. وما بين كونان كابتن ماجد، جليندايزر مازنجر، النمر المقنع، كنت أحب كل شيء. تذكرون كمان فقرة الفترة البوكيمونات؟ تذكرونها؟ اي طبعا. بوكيمون هذا الاصفر كان في العاب، اعتقد ماها من جيل البوكيمون. انا بوكيمون. ايوه ماها من جيل. ايش قصدك بوكيمون؟ يعني انا اقول لك، لان انا مثلا حتكلم على كرتوني، انا من جيل عدنان ولينا رانزي سوسن. شفتيها انت عندما في جيلي. لو سمحت ان انا لحقت هنا ولحقت هنا، لحقت بوكيمون ولحقت عدنان ولينا وسيده ملعقه وسانشيرو. الله. وكنت اذا احب اتفرج وهايدي اموت على هايدي، اموت عليها. فلونا تتذكر فلونا؟ اقدم فلونا اخواتي الكبار ممكن، بس يعني كنت دائما اسمع تعليقاتهم فلونا. احب جريندايزر، احب كابتن ماجد، يعني هذه اشياء. انا الافلام كرتون حقنا يعني مختلف عن افلام كرتون اليوم، يعني حتى افلام ديزني صح. يا جماعه ذا لاين كينج، باجز لايف، ايش كمان قولوا معي، في كثير افلام كرتون كلاسيك. بينوكيو اموت على بينوكيو. سندريلا طبعا كلاسيك، هذه الى اليوم احب اتفرج عليها. بس افلامنا يعني عدنان ولينا والطقه هذولي اموت عليهم. اي طبعا يعني طفولتنا. انت ايش اكثر مسلسل كنت مره كذا تحسينه؟ انا كل القديم، كل القديم، من بدايه من جراندايزر دوك فليت، يعني كنت يعني استحي منه، ما ادري ليش كنت اشوفه يعني فارس احلامي. سنشيرو، على طاري سنشيرو خليني اقول لكم شيء. تتذكروا فتره سنشيرو والثوره حقت حكايه سنشيرو واللعبه وبالكمبيوتر؟ انا اتحدى انه في كل حي وفي كل بلد في واحد كان جاء قال احنا عندنا سنشيرو في البيت وجبناه من 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 اليابان وعندنا ومدسوس في البيت. هذه اتحدى، هذه كانت مره منتشره. اتذكر انه كانت كل اخويا كان يجي منهار انه صاحبي ترى عنده سنشيرو وراني هو، يعني فحكايه سنشيرو هذه كانت مره كثير. انا يعني ما اعرف سنشيرو تصدقي. سنشيرو اللي هو يتحكم فيه بالكمبيوتر. ما اعرف. سنشيرو رهيب. سوسن طبعا، سوسن، عدنان ولينا، رانزي. رانزي الساحره. رانزي الساحره رهيب. شوفي جميل. انا احس انه في كرتون حق ايام زمان كان منفتح اكثر من حق اليوم. في بعض القصص كانت يعني ما حسيت. شوفي رانزي ترى ما كان يجي في التلفزيون، كنا نروح نشتري بالأشرطة أشرطة فيديو نجيبه، كان عندي 9 أجزاء وكنت لما يخلص أرجع أتفرج عليه مرة ثانية. وكنت عايشة كثير في فكرة إني لما أعض أحد أتحول عليه. هذه هي كانت الفكرة، إنه بنتين بيتخانقوا على ولد يحبوه، يعني لا كانت هي من عالم الأوهام وتجي. شفتي أنت رانزي على أيام؟ شفتي؟ ما أعرف. لا كان شيء يعني، فكان يعني حق البنات المراهقات شوية يعني. ففي كثير صراحة شخصيات عاشت فينا. أنا إلى اليوم لما نتفرج على جزيرة الكنز أقول هذا ما هو حق أطفال، هذا كيف يجي للأطفال؟ جزيرة الكنز دموي، قصة ما فيها مبدأ.
أنا أقتل أي أحد عشان أوصل للكنز وأخذه، وإحنا قراصنة وحرامية يعني. بس إنها حلوة، هي قصة عريقة وأدبية يعني، يعني من التراث خلينا نقول الفرنسي. ففي كذا كثير. سندباد رائع. سندباد أنا مرة أحب، مخيف جدا أحب ورائع. سندباد ياسمين اللي مع أموت عليها. حتى علاء الدين كل الأجزاء لما نزل علاء الدين، ما أدري أنا إلا اليوم يا جماعة أنا ماني فاهمة إيش الفرق بين سندباد وعلاء الدين. في فرق كبير، كله أحسهم كلهم هم واحد، مش كلهم يكونون على سندباد. علاء الدين شفت سندباد؟ لا سندباد هو كان رحالة يسافر للتجارة. أوكي. كان جنبه معاه حرامي هو علاء الدين. علاء الدين ده نفس القصة. هو في نفس القصة. أنا أول مرة أعرف هذه المعلومة. كويس. أول مرة نفس القصة. كان زي كده إن الولد الفتك اللي في السوق ويسرق وهذا، بس إنه برضه يحب يساعد الناس المساكين يعني، بس إنه يسرق برضه ما أدري كيف يعني، بس إنه سندباد مرة حلو. والله مرة شكرا على ذا المعلومة، ترى أول مرة أدري. أنا أحس بنفس النفس، بس هذا عربي حقنا وهذا أنا زيك ألادن. طفولة جميلة وذكريات جميلة وقصص حلوة عشنا معاها صراحة. يمكن كل شخص متأثر بشخصية كرتونية وعاش معاها أحلام وخيالات جميلة الطفولة وبكل ما فيها. وبما أننا نتكلم عن الزمن الجميل، خلينا